السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كيف دايرين مع الصحاب؟ كلشي بخير. كيف ما كتشوفوا اليوم فيديو جديد ان شاء الله. غادي ندير لكم العسل. كيف ما كتعرفوا رمضان على الابواب، ودرت العسل وقلت علاش ما شاركوش معكم. كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي معلك وكيجي غزال وكيجي يعني، وكنضيف ليه واحد المكون اللي كيزيد يعطي هاد اللمعان. هذا غادي نشاركو معاكم وما نبخلش عليكم به. المهم خليكم معايا حسب الاخر ديال الفيديو. المهم كيف ما كتشوفوا راه غادي نصوب واحد الكميه اللي راها صغيره، يعني ماشي كثيره بزاف. واللي بغى تكون عنده كميه كبيره يذوب المقادير. المهم هنا غادي ندير، انا غادي نستعمل كيلو ديال السكر سنيده. غادي اللي بغى يدوبل المقادير يدير جوج كيلو ديال السكر ولا ثلاثه، المهم على حساب. المهم الماء غادي نحتاج واحد نص سيترو، بصراحه ما عندي حتى شي قرعه فيها العبار ديال نص سيترو. عندي واحد الكاس ولكن ما عرفتوش فين تلفلي في وسط المواعن. المهم انا غادي ندير هاد الطاسه هذه، لقيت فيها العبارات بالمليليتر. صافي كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا غادي ندير 500 مليليتر ديال الماء، واحد الحامضه متوسطه، واحد العويه ديال القرفه. صافي غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا راه القرفه والحامض والسكر سنيده والماء هما غادي نحتاجهم ان شاء الله. غادي نجيب واحد طنجره الضغط، هي فاش غادي نصيب هاد العسل اللي عندي. ممكن ندير هنا نعاود لكم مقادير كيلو ديال السكر سنيده، ناكد لكم المقادير وكنضيف ليه هذاك نص سيترو ديال الماء، وكنجيب واحد المغرفه ديال العود. هاد المرحله هادي ضروري البنات ديروها. ممكن تحاولوا تحركوا هذاك السكر سنيده مع الماء وتبقاو تحركوا فيه مده ما بين جوج دقائق حتى ثلاثة دقائق، حتى كيتجانسو لينا هذاك الماء مع السكر سنيده، وما كيبقاش يقصح لينا، ما كتبقاش تقصح لينا داك السكر. صافي غادي نضيف هاد العويه ديال القرفه و ديك الليمونه او هاد الحامض. هاد الحامضه اللي درتها متوسطه، ما كبيراش ما صغيراش البنات. صافي غادي نحطو دابا على نار عاليه. ملي بدا ملي غلي ليا العسل غادي نقص عليه النار على الحد ديالها حتى اللخر، وكن ما كنغطيش ما كنسدش عليه، غير كنغطي هاد الطنجره ديال الضغط، يعني كنخليها غير كنخليها شويه ملي كتنفس بحال هاد الشكل هذا، ما كنسدهاش. والمده ديال الطيب ديالها تقريبا ما بين 40 حتى 45 دقيقه. المهم انا التوقيت اللي غادي ندير غادي نشاركو معكم ان شاء الله. المهم بعد ما دازت 35 دقيقه بالحساب طليت على الطنجره ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا الحامض راه مازال شويه ما تكرملش مزيان، يعني باقي خاصو شويه، يعني ديك 5 دقائق اللي نقص ليه هي اللي راه مازال باقه خاصه. غادي نرجعو دابا لفوق النار ونخليه حتى كيتكرمل لي هاد الحامض وكيولي عندي من الوسط بحال شويه خاوي. صافي وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفو من بعد ما كدوز هاد 5 دقائق اللي قلت لكم راها مازال خاصه، يعني انا مازال كندور في هاد الحامض باش نتاكد نشوف واش كامل بحال بحال ولا شي وحده اللي بقات لي هكاك. صافي من بعد ما تاكدت غادي نرجعو كيف قلت لكم فوق النار ونخليه تقريبا واحد هذيك 5 دقائق اللي كانت باقيه ليا هي اللي غادي نخليه فيها. وكيف قلت لكم البنات هذا العسل راه كيجي ناجح، يعني مليون في المئه، غير تبعوا هاد الطريقه اللي قلت لكم، يعني كيجي زوين 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 بزاف، كيجي ثقيل
وكيف ما كتشوفوا بعد ما حيدت، بعد ما دازت هذيك 5 دقائق حيدت الحامض وداك العويد ديال القرفه. صافي العسل عندي هنا راه صبح واجد. غادي نجي دابا باش نضيف ليه داك المكون اللي قلت لكم. ممكن كيف كتشوفوا راه كيبان جاري، ولكن قد ما كيكون سخون قد ما كيعطينا هاد كيعطينا هكا، راه مازال جاري، ولكن ما تخلعوش راه هكا كيجي. هانتوما غتشوفوا معايا، غادي نجرب معكم واحد شويه في واحد بسيط، وغادي غادي تشوفوا بان راه يعني راه واخا كيبان لكم هنايا راه كيعقد وكيجي كيجي معلك، ماشي بدون هذا، بدون زبده، بدون مسكه حره، باش كيعطينا ديك التعليكه. السر اللي قلت لكم هو هذا الجليكوز، هذا راه رائع وزوين بزاف البنات. غادي تضيفوا ليه، ومهم الصراحه في العسل، غادي تضيفوا ليه واحد المعلقه، مهم كيلو، انا كندير ليه معلقه. هانتوما مايا، هذا هو السر اللي كيعطينا داك اللمعان ديال العسل، وكيعطيه لينا حتى في الحلوى الشباكيه ولا في البريوات. كيجيونا دوك يعني هاد المعسلات اللي كنصايبو كيجيونا كيبريو، وفي الصراحه كيحافظ على الشباكيه بزاف. يعني بحال كتغلف، ما كيدخلها لا برد لا والو، وما كتنشفش، حيت الاغلبيه عنده هاد المشكل هذا. كيدير الشباكيه وكيقول لك في النص ديال رمضان، كيقول لك راني لقيت شباكيه نشفات لي ولا هادي، يعني راه لا نشفات، راه من العسل كيكون شويه ما عاقدش، كيكون جاري، ولا كان جاري البنات راه ما كيتجينا فيهم حتى شي حاجه اللي كتكون مزيانه. المهم انا كاع هاد النصائح راني عطيتها لكم وشاركتها معاكم. صافي كيف ما كتشوفوا، غادي دابا ندير واحد شويه في واحد الطبيصيل ونتسنى عليه حتى كيبرد مزيان، وغادي نشاركو معاكم وتشوفوا كيفاش كيجي وكيفاش. هانتوما معايا، حطيت واحد شويه في الطبيصيل بعد ما دازت تقريبا واحد 5 دقائق، حيت هي شويه ماشي كثير، راه بالزربه برد. هانتوما معايا كيجي معلق، كيجي غزير بالصراحه، ما نقولش لكم عليه، وراه ناجح مليون كيف قلت لكم في 100%. نتمنىكم تجربوه وترجعوا لي الخبر. وهذا هو القوام ديالو. المهم البنات اللي بغيتوا تصاوبوا العسل صاوبوه بالليل ولا في العشيه، وحتى الغد ليه في الصباح عاد خدموا به، باش كتاكدوا من العسل عندكم راه طايب. كل فيديو ديالنا غيتسالى في هذه الوقيته هذه. الى اللقاء.